زعزعهم هذا الحراك السلمي كيف سيقضي عليها؟ كل همه أن يقضي عليها. نعم. وصرح عبر أبواقه ومخالبه أنه لا يستطيع أن يضربها بالبراميل وغيرها، اختارها بحسب ما هو أوصل من رسائل أن يقضي علينا من الداخل عبر عصاباته الأمنية المخابراتية التي روجت المخدرات والتي امتهنت الخطف والسرقة واصبحت صاف جارد. فهو سيقوم بعمليات الخطف والنهب والاغتيال والتفجيرات وعبر دواعشه الذي استقدمهم إلينا عام 2018 لكي يخضعنا. العناصر الموجودين بالسابق ومن 4 أيام أتى 50 إفغاني، ومن 4 أيام ارتكبوا أربع حوادث جرمية، في واحدة بالساوي من الكوان واثنين بصلغل، وبالأمس اعتدوا على الصلغل. بالنسبة لسماحة الشيخ حكمت، سماحة الشيخ حكمت الرجل الدين أيد الحراك الناس السلمي واعتبره جزء من حراك الشعب السوري ووقف عند مطرفنا وأشار أن نحن سلميين. بدنا نستوعب بعدم ردات الفعل لأنهم يريدون أن نقتتل فيما بعضنا. سماحة الشيخ أشار من هو العدو. العدو هو الإيراني وحزب الله وليس الشعب الإيراني، لأن الشعب الإيراني يعاني كما نحن نعاني، وكل من يطلق النار على الشعب السوري فهو عدو. إطلاق النار في سويداء اليوم هو إطلاق النار على ابن القرداحة، هو إطلاق النار على ابن مارة، هو إطلاق النار على ابن الغوطة. نعم. نحن سلميين لكن شعارنا نحن لا نعتدي على أحد. حراكنا وثورتنا هي ثورة الشعب السوري العظيم، وهي امتداد لثورة 2011 من حيث القيم ومبادئ. ومطالبنا هي مطالب الشعب السوري في الحرية والعدالة والكرامة وتحقيق الاستقلال. هذا يزعج الأعداء. أنا لا أقول هذا النظام الأسدي لأنه ليس نظام، بل هو محتل لسوريا العظيمة. وهذا المحتل منذ أن نشأته بالستينات لا يفهم إلا لغة القتل والدمار والتهديد والوعيد والإرهاب. ومجازره بدأت من 1964 في حماة، بالـ 82 في سوريا حماة وحلب. وأول مجازر العدو بشار كانت في سويداء ب2000، ارتكب مجزرة طريق الراحة قدام المشفى، راح ارتقى فيها بلحظة وفاة 44 شهيد، منهم كانوا جرحى وسجدوا لاحقا، وحوالي أكثر من 300 جريح. لا يفهم إلا هذه اللغة. كان خيارنا صعب عندما انطلقت ثورة شعب سوريا العظيم. أخذنا خيارنا نحن، تمردنا على هذا العدو، منعنا مخابراته أن تمارس إرهابها، ومنعنا أبنائنا أكثر من 50,000 مقاتل أن يشارك في جيشه الإرهابي في قتل الشعب السوري. وشكر لكم ولشعوبنا، منصورين بعون الله، قادمون، ركبنا خيولنا، لن ننزل عنها، إما النصر أو الشهادة. سحبنا سيوفنا من أغمادها، لن نرجعها إلا بالنصر، وليس نصر سويداء والجبل، بل بنصر سوريا وشعبها الأبي المعاني.